عبر تطبيق إلكتروني وبواسطة أي بطاقة دفع معتمدة. وزارة الكهرباء تعلن مغادرة الدفع اليدوي للفواتير والتحول إلى الجبيت الإلكترونية تطبيقاً للبرنامج الحكومي. المواطنون سيتمكنون من تسديد أجور الطاقة من أي مكان وفي كل الأوقات، والدفع سيكون متاحاً لكل أنواع الاشتراكات السكنية والزراعية والتجارية. بإمكان المواطن أن يدفع بأي نوع من أنواع البطائق الدفع، ولكل المشتركين سواء كان الاشتراك صناعي، زراعي، تجاري، منزلي، كل الأصناف بإمكان اليوم الدفع إلكتروني. وهذا أيضاً النقطة الأهم، راح يطمئن المواطن من خلال الحوكمة اللي جاي نشتغل عليه أنه المبالغ تصل بشكل آمن وسلس وسريع إلى الحسابات الحكومية. جبات الأموال إلكترونياً خطوة تعود بالنفع على المواطنين ووزارة الدولة على حد سواء، فالمواطنون سيدفعون المبالغ المطلوبة فقط دون أي زيادة، ويمكنهم دفع الديون المترتبة عليهم فوراً دون الحاجة للمعاملات الروتينية. أما الحكومة فستتعرف على عائداتها وتقضي على الضائعات وحالات الفساد. التطبيق اللي هو أكبر من عملية دفع الإلكتروني، لأن باستعلام راح يقدر يعرف فواتيره وديونه وش يريد يدفع منها هسه، تم إطفائها هذه الديون لولا، تم تسوية الدين لولا، تم الدفع لولا، وهو قاعد بالبيت. بالنسبة لوزارة الكهرباء راح يتم رصد كافة هذه الفعاليات، الإيرادات الوزارة، الدخل مالها إلكترونيا، بدون ما تكون هناك ضائعات. الضائعات تصير بسبب أخطاء، تصير بسبب نظم قديمة كانت موجودة من 60 و70 سنة في مجال الجباية بالعراق، من أسسة الكهرباء بالعراق، يجب مغادرتها الآن. عملية التحول الإلكتروني لن تقتصر على الدفع والجبات فحسب، بل ستنتقل إلى كل أنواع الخدمة الحكومية وإدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة عليها لزيادة الإنتاج، بما يخدم المواطنين ويواكب التطور العالمي في مجال الرقمنة. من بغداد، محمد جبار، العراقي الإخبارية.